هذا اسمي، تحصين المقاومة وحماية ظهرها، وتحصين لبنان وحماية ظهره. وهذه المعركة كما كل المعارك السابقة نحن أهلها، نحن رجالها، نحن صناع انتصاراتها إن شاء الله. السيد نصر الله يجدد عهد النصر مؤكدا أن المقاومة لن تكون إلا في الجهة التي تقاتل أمريكا وإسرائيل والتكفيريين. 13 عاما وعيد المقاومة والتحرير يرسخ أن الكفاح والنضال هو الخيار الأوحد لصون السيادة وحفظ الوجود العربي. تم السيطرة بشكل كامل على الحي الغربي ومتابعة باتجاه الحي الشمالي. تم قتل عدد من القناصة واكتشاف عدة أنفاق ومقرات قيادي لهم. جيشنا العربي السوري والباسل يوجه ضربات قاسمة للإرهابيين في الغصير وريفي دمشق وحلب. القوات العراقية تشن عملية الشبح على تنظيم القاعدة الإرهابي وجماعاته وتدمر أحد معسكراته وتلقي القبض على العشرات من عناصره. روسيا تؤكد عدم وجود أدلة على استخدام الجيش العربي السوري للأسلحة الكيميائية ضد العصابات الإرهابية المسلحة. وإيران والهند تشددان على الحل السياسي للأزمة في سوريا. النشرة الرئيسية.